لقاءات كتير النهارده طبعا في استاد السلام بعد فوز النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف النهارده ببارك لك يا كابتن يوسف، اكيد بنحيي اللعيبه النهارده على المجهود الكبير خلال المباراه دي، وزي ما قلنا كمان يمكن 23 مباراه جيمه دي هتلتقط بعض الانفاس شويه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. كابتن يوسف، لكن اسالك تقييمك الفني للمباراه، ادائنا النهارده فرص كتير بتضيع، لكن ده فنيا على ما اعتقد كويس ومش كويس في نفس الوقت يا كابتن يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ببارك للعيبه النهارده. رجاله خرجنا بالهدف من المباراه، انا شايف ان ادائنا مميز على مدار ال 90 دقيقه. عايز اقول ان احنا كل يوم بنكسب مكاسب، يعني النهارده الحمد لله غير الثلاث نقاط باسم بيحط رجله، مؤمن زكريا النهارده هدف جميل احرزه فبيرجع برضو بيبقى ليه تواجد قوي. عندك في ناس علي لطفي النهارده برضو في اصابه شريف وعوده الشناوي، فادينا لعلي برضو ايجابيات انه يرجع له الثقه. كان ظهر بفتره قبل كده يعني كان فيها، لكن علي من الحراس مرمى المميزين. مروان النهارده برضو بيحرز هدف، ازارو بيرجع لك بعد فتره، فالحمد لله ماشيين بشكل كويس. طبعا لعيبة الباقية شغالة بشكل كويس، يمكن فترة كانت يومين ما بين مباراة الجمعة والنهاردة ويومين صعبين جدا في الاستشفاء، لكن أنا بحيي اللعيبة النهاردة قدرنا نتحكم في المباراة، قدرنا نشتغل في الوقت اللي احنا محتاجين نشتغل فيه. الفرص طبعا اللي وصلنا لها، يعني كنت أطمع بجانب الفرص اللي قبل كده حصلت، لكن أنا صرحت وقلت قبل كده صعب جدا نشتغل تخصصي على الفترات اللي هي بين المباريات، مش قادرين نعمل اي حاجه غير ان يبقى استشفاء للعيبه واطالات ونريح اللعيبه عشان يقدروا يلعبوا بعد 48 او 72 ساعه. بقول شكرا طبعا للعيبه، عملوا مجهود كويس النهارده، وفي نفس الوقت استغلال الفرص دي هتيجي، ما حدش بيحب يضيع فرصه، اكيد كل واحد فيهم بيبقى عايز يجيب جون. ازارو النهارده جات له كورتين خصوصا لبطن رجله، الكره اللي اتعملت من ناصر ماهر بالعرض كانت جميله جدا يحطها، لكن ازارو من نقاط القوه عندنا في الفرقه. مروان ماشي بشكل كويس، كل ما انت بتكسب مكاسب وبتدي ثقه كل ما احسن، ونجمع نفسنا. عندنا الفتره الجايه فتره صعبه، نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون موفقين فيها. زي ما شكرنا اللعيبه لازم نشكر الكابتن محمد يوسف خلال الفتره اللي فاتت، يمكن توليت المسؤوليه في ظروف صعبه جدا وغيابات، وكانت ظروف محيطه في فريق النادي الاهلي، لكن انكار ذات كبير جدا من الكابتن محمد يوسف، هدفه هو النادي الاهلي، كل الامور المحيطه خلف دار الكابتن محمد يوسف، مسؤوليه فنيه كانت كبيره جدا، اداء وجود الكابتن يوسف. استنى الحمد لله، يعني بشكر المسؤولين في النادي وثقتهم فيا، وانا صرحت قبل كده وقلت ما عنديش حسابات مع النادي الاهلي، انا تحت امر النادي الاهلي، مدرب عام، مدير فني، مساعد، يعني ما بعملش حسابات خالص، ودي يمكن يعني حاجه انا شخصيا بتريحني نفسيا، لان انا ما انساش الفضل بتاع النادي عليا، وانا كنت لاعب وانا مدرب، وفي نفس الوقت نتمنى ان احنا الفتره الجايه ان شاء الله مع مستر مارتن نكون موفقين ونقدر نرجع تاني ونقدر نحط خطواتنا اللي تخلينا ان شاء الله يعني عندنا ثلاث بطولات مهمين جدا، سواء دوري عام، سواء بطوله افريقيا الجديده، سواء كاس مصر سوبر، ان شاء الله عندنا اكتر من بطوله نقدر ان احنا نتوج بيها ان شاء الله. فانا بتمنى ان احنا ان شاء الله الفتره الجايه المصابين يرجعوا لنا، تدعيمات تتعامل، ومتفائل ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى كويسه ان شاء الله. نقطه اخيره، تم تحديد السفر خلاص يا كابتن يوسف يوم 19، المباراه بقت 23. فوجئنا النهارده طبعا يمكن قبل المباراه بساعات قليله ان المباراه اتاجلت من يوم الجمعه ليوم الاحد، فغيرنا البرنامج خالص بقى طبعا بالنسبه للسفر، ادينا راحه بكره، ما كناش هنريح، كنا مدينا راحه بكره، كنا هنسافر على طول بكره، لكن غيرنا بقى البرنامج كله فادينا راحه والسفر اتاجل. ان شاء الله هنلعب يوم 23 ان شاء الله في اديس ابابا، فنتمنى مباراه مهمه جدا، مباراه عوده، لازم نحترم فريق بطل اثيوبيا بشكل قوي، ولازم نجهز نفسنا من دلوقتي للمباراه، مش هتبقى سهله لان احنا صعبناها على نفسنا هنا. لو كنا استغلينا فرصتين ثلاثه، ممكن قلت للعيبه بعد المباراه لو كنا استغلينا فرصتين ثلاثه من التسع فرص اللي جولنا وحاجات كلها سهله كنا نقتل المباراه بشكل قوي، لكن ايا كان كره القدم فيها كل حاجه، احنا مهم جدا نركز ونشتغل على مباراه العوده ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله. اتفضل يا كابتن ميدو. يعني بارك للكابتن يوسف، انت سالته سؤال مهم جدا او اثنيت على كابتن يوسف، وهو كمان يوسف احد المكاسب اللي كسبها النادي الاهلي خلال الفتره دي، ولازم نديله حقه. الراجل كمان عندك مدرب بيتحمل مسؤوليه على
قدر هذه المسؤوليه الكبيره جدا واللي اتحملها على عاتقه رغم انتقادات ناس كتير جدا جدا، لكن يوسف قدر ان هو يخلي السفينه على بر الامان، وقدر ان هو يحط الاهلي في مكانته الطبيعيه اللي استحقاها، وكمان هيخلي الراجل يدخل مطمن جدا على فريق الكوره في النادي الاهلي، فلازم نديله حق. يمكن كابتن ميدو بياكد على كلامي، بيقول لازم ندي الحق كابتن محمد يوسف خلال الفتره اللي فاتت. يمكن الراجل خلاص المدير الفني جاي يتولى المسؤوليه والفرقه جاهزه، المصابين بتعود، في تاهيل نفسي كان كبير من كابتن محمد يوسف. كابتن ميدو بياكد على كلامي ان كابتن يوسف قام بدور كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت. الحمد لله الحمد لله، يعني احنا لسه يعني زي ما بقول وقلت لك قبل كده، خير النادي علينا، واحنا وانا تحت امر مجلس الاداره، وبنشتغل بكل حب وبكل تفاني في خدمة النادي. في كرة القدم ما تعملش حسابات، انا دايما كرة القدم ما تعملش فيها حسابات، انت اهم حاجة تجتهد، اهم حاجة تبذل اقصى ما في وسعك، وبعد كده ربنا بيكرم وربنا بيدي كل واحد حسب مجهوده وحسب تعبه. انا بشكر ميدو جدا وبشكر الاستوديو كله طبعا، يعني على احساسهم وتقديرهم للمجهود اللي الواحد بذله الفتره اللي فاتت، وفي نفس الوقت احنا مكملين وشغالين مع الجهاز وكلنا بنشتغل تيم ورك كلنا مع بعض، واهم حاجه هدفنا النادي الاهلي يبقى في المقدمه دائما. يا كابتن يوسف الف مبروك. ربنا يخليك، شكرا.